يسعدنا ويشرفنا وجودنا في ضيافة نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقفنا المحبوب. والنهاردة بالذات إحنا موجودين في حديقة المركز الثقافي التابع لإبراشيت هولندا القبطية الأرثوذكسية في أمستردام. سيدنا إحنا بنشكر نيافتك خالص جزيل الشكر سيدنا على إن نيافتك بتتيح لنا الفرصة إن إحنا ناخد حديث من نيافتك جميل يعني. أهلا وسهلا يا شو، أهلا بيك. أهلا خليك يا سيدنا. سيدنا إحنا في البداية عندنا بعض الأسئلة والاستفسارات عن الأماكن اللي نيافتك زرتها والمؤتمرات اللي نيافتك شاركت فيها. حابين نعرف في شهر مايو سيدنا استضافة الإبراشية هنا كورالات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة، حابين نعرف أكتر عن الموضوع ده سيدنا. ده لقاء سنوي بنعقده لفرق الكورال من الكنائس الأرثوذكسية الشرقية القديمة اللي هي الأورينتال أرثوذكس تشيرش، اللي هي كنيستنا القبطية وكنائس السوريان والأرمن والأثيوبيين والإريتريين، وبنستضيفهم هنا في كنيستنا القبطية كل سنة. ونيافة الأنبا بوليكاربوس يوجين أيدين مطران الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في هولندا تعود أنه يحضر معنا هذا اللقاء، وبنستضيف فرق الكورال وكل فريق بينشد بالألحان والتراتيل بلغته الخاصة. يعني إحنا بنصلي بالقبطي، هم بيصلوا بالسرياني بالأرمني بالأثيوبي بالإريتري، هكذا يعني كل فريق بينشد بلغته الخاصة. وهذا اللقاء دايما بتبقى له معنى رمزي جميل إن هو بيعبر عن وحدة الإيمان ووحدة العقيدة، ويعبر عن الأخوة والمحبة اللي بتربط الكنائس الأرثوذكسية بعضها مع بعض. وبنقضي يوم جميل، في خاصة بتبقى أيام الخمسين عادة، يعني في وقت الخمسين أيام مفرحة بتاعة الخمسين وبألحانها الجميلة، فبتبقى مناسبة طيبة جدا تعودنا عليها في كل سنة. وبيتمتع بيها الناس أنهم بيتعرفوا على الكنائس الأخرى، يعني ما يحسوش بس أن هم الأرثوذكس الوحيدين في العالم، لا، في زيهم ناس كتير ويتعرفوا على الكنائس ديت وعلى تقاليدها وعلى طبيعتها وعلى الميلودي المزيكا الجميلة بتاعتها، وتبقى روح شركة طيبة جدا بيننا وبين الكنائس ديت. بركة جميلة قوي سيدنا. أكيد. سيدنا حابين نيافتك تكلمنا عن أجازة نيافتك، أو بمعنى أصح زيارة نيافتك لمصر وحضور نيافتك للمجمع المقدس اللي هو كان من 4 تقريبا لتسعة يونيو. وإيه أهم القرارات اللي أخدها المجمع في الوقت ده؟ فعلا إحنا كنا في مصر في الأسبوع الأولاني في شهر يوليو، وكان في رسامة مجموعة من الأباء الأساقفة الجداد، وبعد كده حضرنا اجتماع المجمع لجان المجمع، وبعد كده الجلسة العامة في المجمع، وطلعنا فيها 3 قرارات أساسية كانت عبارة عن اعترفنا بقداسة أبونا يوستوس الأنطوني من رهبان دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر، وبقداسة أبونا بيشوي كامل ماري جيرجس سبورتينج. قرار تاني عن الرفات القديسين وإزاي لابد من الدقة في تبادلها، إنها تبقى يعني مقدمة من أسقف الإبرشية باسمه خاتمه وتوقيعه بناء على طلب من أسقف آخر بطلب خاص منه يعني. وبعدين قرار ثالث عن تشكيل مجلس التعليم الديني عن تكوين أكاديمية للدراسات اللاهوتية، وتشكلت من مجموعة من أساتذة الجامعة الدارسين والباحثين في الشؤون القبطية. كان في برضو بعض التوصيات تانية بعضها بتخص الكنيسة في مصر وبعضها بتخص هنا كنيسة برا مصر. يعني مثلا برا مصر مثلا كان في توصية بأن احنا نحتفل في كل يوم 1 يونيو من السنة بالاحتفال بعيد دخول المسيح أرض مصر، ونعتبر يوم قومي للكنيسة القبطية، نحتفل بإحياء التراث القبطي، وعمل زي مسابقات أو ندوات أو حاجة للتعريف بتراث الكنيسة القبطية. وكان في أيضا توصية تانية
عن إطلاق شعار أسرتي مقدسة، ماين فاميلي إز هايلخ. يعني المجمع بيحاول ينبهنا على الاهتمام بالأسرة المسيحية. سيدنا نيافتك زرت إبراشيت شمال فرنسا وباريس آخر شهر يونيو ولمدة 3 أيام، مستقبلك نيافت الأنبا مارك. ممكن يا سيدنا نعرف سبب الزيارة؟ هي كانت مش أكتر منها زيارة محبة وأخوة لنيافة الحبر الجليل أنبا مارك، وأنا تشرفت بهذه الزيارة فعلا، وكنت مشتاق من زمان أن أنا يعني أخذ بركة وأزور الأبرشية، وسيدنا كان دائم الإلحاح عليا، فجات الوقت المناسب أن أنا عملت الزيارة دي، وفرحت جدا 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 أني تلمست هناك مع الإنجازات الهائلة الرائعة اللي قام بيها نيافة الأنبا مارك في مدة قصيرة. يعني نيافته مثلا في الرسامة ملوش أكتر من 4-5 سنين، صحيح، ولكنه إنجازات هائلة، كاثدرال ضخمة جدا وجميلة، وحواليها مجموعة جميلة من المرافق والإمكانيات الواسعة يعني للخدمات، حاجة رائعة أكثر من رائعة. وأعتقد الشعب هناك كتير يا سيدنا. جدا جدا، أعداد غفيرة من الشعب، ولمست بنفسي برضو قد إيه الشعب ملتف حوالين سيدنا، وقد إيه بيقدموا له محبة وهو فرحان بيهم، وخدام ومسؤولين ومجموعات كبيرة من الشباب حواليه. وصليت معاهم يوم السبت، صليت تاني يوم الحد معاهم، وعملنا ندوة جميلة تلقيت فيها مع الشعب، وشفت حب الشعب وإصرارهم إنهم يقعدوا لحد بعد الظهر ويتابعوا المحاضرة، وكانت حاجة لمحات جميلة جدا جدا. وقضينا يومين زراف خالص في ضيافة سيدنا وأكرمنا آخر كرم، وفي نفس الوقت زرنا متحف اللوفر وشفنا القسم القبطي. الله. واه طبعا. وبعدين دعيت سيدنا ان هو يزورنا، وهو مجمع الكهنه، وقدمت له الاقتراح ان احنا نعمل اجتماع كهنه مشترك ما بين الابراشيتين، يعني نستضيفهم في الدير القبطي عندنا. صراحة جميل قوي يا سيدنا. ويبقى اجتماع مشترك للكهنة مع بعضهم، ونقضي 3-4 أيام مع بعض في نهضة روحية جميلة إن شاء الله. فكرة جميلة قوي يا سيدنا، فكرة رائعة. إن شاء الله. دي بقى بتعبر عن الأخوة ومحبة الأنبا أرساني، إن في محبة لإخوة الأساقفة. طبعًا بكل الحب، الآباء حلوين. في الحقيقة سيدنا إحنا عارفين قد إيه نيافتك نشيط وبتاخد وقت راحة قليل قوي. بعد ما نيافتك رجعت من باريس عرفنا أن نيافتك شاركت في مؤتمر الدراسات القبطية في جامعة لوفن ببلجيكا. كنا حابين نعرف أكتر عن المؤتمر ده سيدنا، وإيه الهدف منه، وليه هو انعقد في أوروبا. المؤتمر ده مؤتمر علمي، بيعتبر يعني أرقى مستوى علمي بيعقد في الدراسات القبطية، وبتعقده جمعية عالمية اسمها الجمعية العالمية للدراسات القبطية، مشكلة في العالم من أساتذة الجامعة اللي هم المهتمين بالدراسات القبطية. وبينعقد هذا المؤتمر مرة كل 4 أعوام في جامعة من جامعات العالم اللي ليها اهتمام بالشؤون القبطية. وانا اذكر انه سنه 2000 عقد هنا في جامعه ليدن، يعني كان برضو عندنا في هولندا. السنه دي عقد في بروكسل في جامعه لوفان، استضافته لان فيها قسم قبطي كبير حقيقه، وبيحضروا دايما كبار الدارسين والباحثين سواء الاقباط او الاجانب المهتمين بالشان القبطي. جميل. وبتبقى فرصة للقاء التجمع العلمي الجميل دوت، والوقوف على آخر الدراسات والأبحاث اللي بتقدم. والمؤتمر استمر من يوم الاثنين ليوم الجمعة في ال5 أيام دولت، وكان في مجموعة كبيرة جدا من الزخم الروحي الجميل، سواء في اللغة أو التاريخ أو الآثار القبطية. طبعا، او الرهبنه او
الطقس او العقيده او حاجات جميله جدا، نواحي متنوعه من الابحاث اللي قدمت في هذا المؤتمر. حاجه رائعه يا سيدنا، جدا 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 تستحق الاهتمام والحضور. اكيد يا سيدنا. كنا في ضيافه الكنيسه القبطيه في أنتوربا وكاهنها النشيط ابونا موسى سرور، ويعني مش انا بس اللي استضافني، ده استضاف كمان مجموعه من الباحثين والدارسين اللي جايين من مصر. جميل. دكتور ماهر عيسى من جامعه الفيوم، وثلاثه من طلبه الدكتوراه في الجامعه، وكانت في برضه استاذه جامعيه جت استضفناها برضه. نوع من التدعيم للدراسات القبطيه والتعبير عن الاهتمام. وطبعا انا حضرت مشاركه مني لهذا المحفل القبطي الجميل والتدعيم للدراسات القبطيه والتشجيعها، يعني حاجة تستاهل الواحد يتابعها عن قرب يعني. حقيقي سيدنا حقيقي. طبعا. ونعرف برضه سيدنا ان نيافتك في الاول كنت في الكنيسة نفسها بتزورها وبتاخد وبتشرف على الكنيسة او بتطمن على ابونا وعمدت اطفال وخدت وخدت بركة جميلة سيدنا، وديت بركة للناس، بركة جميلة قوي يا سيدنا. نخليك يا سيدنا. سيدنا الحبيب، ممكن نيافتك تكلمنا عن اهتمام المجمع المقدس بالاسر المسيحية؟ الأسرة المسيحية فعلا هي المكون الأساسي للكنيسة المسيحية، لأن منها بيخرج الخدام والمكرسين والكهنة والرهبان للكنيسة. وعشان كده المجمع المقدس يهتم جدا بالأسرة المسيحية، وأصدر توصية باعتبار هذا العام يعني من يونيو 22 ليونيو 23 العام ده الكامل ده، أي فعاليات في الكنيسة تدور حوالين موضوع الأسرة المسيحية. وإحنا خدنا بهذا المبادرة وعملنا نهضة صوم العذراء إن شاء الله اللي إحنا مقبلين عليها، كلها بتدور حوالين الأسرة المسيحية. وقداسة البابا هو اللي ابتدى في البداية خالص، وله فترة عظة اليوم الأربع دايما على الأسرة المسيحية. حقيقي يا سيدنا. إحنا ملاحظين ده. طبعا. وبيحاول يرد على بعض التحديات والصعوبات اللي بتقابلها الأسرة في المجتمع، وخاصة بعض الأمور اللي انتشرت في الغرب هنا زي موضوعات المثلية الجنسية وزي موضوع التحول الجنسي. وإحنا هنا في هولندا فوجئنا بأن في المدارس التعليم الأساسي الباسس أمبر فايس بيعلموا الأطفال سن 5 و6 و7 سنين حكاية الترانس جندر، بيتكلموا فيها مع الأطفال. حقيقي. طبعا. وعشان كده احنا هنا في المطرانية عملنا مجموعة عمل مكونة من خدام، ويعني نسب كلهم من الجيل الثاني، ودرسنا القصة ديت كويس جدا، درسنا عدة جوانب، درسنا ماذا يقال في المدارس الابتدائي، المدارس الابتدائي. دي نمرة واحد. نمرة اتنين درسنا، عايزين ندرس ايه الجوانب اليوريديش زاكن، ايه الجوانب القضائية في الموضوع. وهل من حق الكنيسة تتكلم في الموضوع دوت ولا هيصيبها بعض الملاحظات. درسنا ده جانب إيماني بقى، أن رأي الكتاب المقدس والكنيسة في القضية دي إيه؟ صحيح. وعملنا زي يعني مذكرة شاملة بالقصة دي كلها وجمعناها، وبعدين ناويين إن شاء الله في السيزيون الجديد من سبتمبر إن شاء الله لما تبتدي ترجع المدارس إن شاء الله، إن شاء الله هنبتدي نعقد اجتماعات ولقاءات مع ابتداء من الأطفال. جميل يا سيدنا. ونشرح لهم القصة دي كاملة. جميل. عشان طالما في المدارس بيتواجهوا بالأفكار ديت فلازم يبقى عنده القاعدة اللي يرد بيها، اللي يرد بيها. طبعا هنبسط الشرح بما يناسب عقلية الطفل عشان يستوعبه، وبحيث انه يبقى مجهز لو فتحت هذه الامور امامه يبقى فاهم هو، وعشان الاولاد يسالوا اسئلتهم ونعرف نقودهم للصح ايه ان شاء الله. صحيح، لان هم لو سالوا في المدارس هم بيشجعوهم. يعني مثلا الاول كانوا بيسيبوا اللي عايز حاجه بيعملها، لكن دلوقتي ده بيشجعوا انه يطلبها. صحيح.
دي حاجه برضو ده مش صح قوي يعني. عظيم قوي سيدنا القرار اللي نيافتك خدته ده. عملنا مجهود كبير وعقدنا اجتماعين كبار، الاجتماع خد له يمكن ساعتين ساعتين ونص، وعملنا شغل جميل جدا ان شاء الله ينزل للنور في الموسم الجديد ان شاء الله. وحلو قوي سيدنا ان نيافتك كمان هتدرس ده للاولاد هنا، علشان في اي وقت يبقوا هم عارفين هم ايه وايه اللي يردوا بيه في المدارس لو اتشجعوا على الغلط. ده صح طبعا، ده الهدف. شكرا سيدنا على الحاجات الجميله اللي نيافتك بتعملها لنا. سيدنا احنا نعرف ان نيافتك بتهتم قوي بمدارس الاحد وبالجيل الثاني خصوصا وعموما يعني. حابين نعرف نيافتك بتهتم ازاي بمدارس الاحد، وايه اللي نيافتك حابب تعمله عشان تحدث من مدارس الاحد او تطور منها، او هل في تطوير الفتره الجايه او حاجات جديده هنعملها؟ لا شك طبعا ان مدارس الاحد دي جزء غالي علينا قوي قوي قوي، ولا اغالي لو اقول انه بيستنفذ مثلا 60-70% من الطاقه بتاعتنا ان احنا نهتم بالاطفال والشباب. صحيح. وفي سبيل اهتمامنا بيهم في مدارس الاحد بنجهز لهم اماكن خاصه بيهم، عشان مدرس مدارس الاحد او مدرس الالحان او الخادم بيبقى في تركيز، بيقدم ماده روحيه او ماده علميه او بيحفظ الحان، يبقى في تركيز في خدمه الاولاد يعني. ثانيا بنهتم ايضا ب اعداد خدام، دايما فصل اعداد خدام ده في كل كنيسه بيجد اهتمام كبير جدا مننا يعني. حقيقي. انا بنفسي بعمل له مناهج خاصه جدا وبوزعها، وبكلف خدام مخصوصين بالتدريس في فصول اعداد خدام، وكل هدفنا ان احنا نخرج جيل من الخدام يبقى قوي في عقيدته وفي ايمانه وفي توصيل الماده الروحيه زائد كمان بنهتم بتعيين أمناء خدمة ومسؤولين في الأماكن الحساسة من القيادات الكفء اللي هي تقدر تقوم بالعمل بجدارة بما يناسب عقلية الجيل الثاني. صحيح يا سيدنا، لأن هم دول الأساس. صحيح. هم عندهم حاجة لطيفة جدا يا سيدنا، هم فعلا بيعرفوا ربنا حلو قوي وشاربين الكنيسة حلو قوي، بس بطريقه معينه يمكن احنا جيلنا القديم ما بيبقاش قادر يستوعبها قوي قوي، بس هم بيبقوا فعلا عندهم افكار حلوه، والافكار دي هم بيقدروا حتى يخرجوا منها الولاد الصغيرين بطريقه لطيفه طبعا ويشرحوها. هم الجيل الجديد قادرين على التواصل مع الاطفال اكتر جيدا مننا، ومع الشباب كمان فعلا اكتر. بعد كده بقى بيهمنا ان احنا نتابع مثلا انواع الانشطه اللي بتقدم للاطفال وللشباب، حاجات تناسب سنهم تناسب عمرهم، ايام روحيه ايام رياضيه، مؤتمرات اجتماعات خاصه ندوات وهكذا يعني. بنحب ان احنا تبقى كنيسة مميزة في خدمة مارس أحد الشباب. وعايز أقول ملاحظة مهمة جدا، وهي إيه؟ أنا لاحظت جدا إن الطفل أو الشاب اللي في الكنيسة بيبقى اتعلم من مدارس الأحد الالتزام. صحيح. والجدية والنشاط والحيوية، وبقى يشارك في مدارس الأحد والألحان وخدمة الشباب بحماس، بيبقى في مدرسته شاطر. حقيقي يا سيدنا. حقيقي. بالامانه. وده بيشجع الاولاد انهم يذاكروا كويس ويتخرجوا في دراسات جامعيه ممتازه وياخدوا وظائف حلوه. احنا بنعلمهم في الكنيسه الجديه والالتزام. صحيح. والشغل المظبوط. فيبقى هو حتى لما يذاكر هيبقى شاطر برضه. فعلا. واولادنا يبقوا يعني مميزين وشاطرين في الحياه العمليه. فعلا يا سيدنا. في كده. عشان كده بنهتم جدا مدارس الاحد تبقى قويه حقيقي، ونحافظ عليها حقيقي ونديها وقتها وحقها. فعلا ده مهم جدا. طب عارفين احنا بقى ان سيدنا نيافت الانبا ارساني يعرف اسم في ولادنا في الابراشيه كلها، وبيهتم بطفل في الابراشيه كلها حتى الاطفال الجدد يا سيدنا. طب في نهايه السؤال ده بقى سيدنا، طالبه من نيافتك رساله او كلمة توجهها للخادم والخادمة في إبراشية فولندا كلها.
حاجتين مهمين جدا عندي احب كل خادم يقوم بيهم. نمره واحد الالتزام، يبقى جد في خدمته، جد في تقديمه للماده الروحيه اللي بيقدمها للاطفال. صحيح. الحاجه الثانيه يبقى قدوه حلوه ليهم يعني. صحيح. يعني الخادم يعني تعلم الاولاد او الشباب، تعلمهم انه يصلوا لازم انت اللي تصلي. صحيح. مش انت مثلا ما تحضرش القداس وتجي لهم على خدمه مارس احد، يبقى مش لذيذه. صحيح. لازم يشوفوك شماس في الكنيسه او يشوفوا طاسوني واقفه في القداس وبعدين في بعد كده في مدرسه الاحد، فيحبوا الصلاه. حقيقي. زي طاسوني او زي الشماس الخادم اللي كان بيدرسهم، فيبقى الخادم قدوه بالنسبه للاولاد. شكرا سيدنا. شكرا. سيدنا نيفتك دايما بتحرص على مشاركة أبنائك في كل الإبراشية وفي كل كنيسة في تخرجهم، وده احنا شفناه يعني بعنينا في أيندهوفن وفي أوتريخت وفي أمستردام طبعا. حابين نعرف ليه ده يا سيدنا؟ هي مناسبة العمر، إنما ابننا مثلا يخلص الدراسات التعليم الأساسي الباسس وبرفايز، او يخلص الميدل برش خول، يخلص الايند اكساما، واحنا نعمل له تكريم ونحييه وكده. صحيح. يعني انا زلت احتفظ بصوري لما خدت ثانويه عامه وتخرجت، او لما خدت بكالوريوس وتخرجت. صحيح. والكنيسه بتكرمني واعتز بالصور دي جدا، حاجه واحده في العمر. يعني طبعا. فانا بحرص على حضور المناسبات دي وانظمها مع الكنائس، يعني الف عليهم عشان احضر الحفلات ديت واشارك اولادنا في تعيش دايما يا سيدنا وتفرح ولادك. مرسي مرسي. سيدنا نيافتك شاركت مع وفد من الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه في الاحتفال العيد القومي لمصر لسفارتنا هنا بلاهاي في هولندا. ممكن اعرف سيدنا ليه نيافتك بتحرص على المناسبات دي وان نيافتك دايما تكون متواجد؟ هو طبعا لان انا مصري، من شعوري كمواطن مصري بيحب يعني يفرح بالأعياد القومية لبلدنا، وأحب إن أنا أشترك مع المجتمع المصري كله في البلد في الاحتفال بهذه المناسبة. وبالمناسبة ديت كان الاحتفال كان السنة دي حاجة رائعة جدا، وكان بيقوده سعادة السفير المصري السيد حاتم عبد القادر، وكان بيحضروا نخبة من الدبلوماسيين ومن الوزارة ومن الجالية المصرية والجالية العربية. كانت حاجة تشرف الحقيقة، جميلة جدا. وسيادة السفير ألقى كلمة رائعة حوالين مصر ودورها البارز في المجتمع المصري والعربي وفي المجتمع الدولي. فدي مناسبات الواحد بيحضرها من قلبه يعني بشعوره الوطني الجميل يعني. يفتي الأنبا أرساني مصري حتى النخاع. أوي أوي طبعا. في النهاية سيدنا مع إن إحنا مش عايزين نختم يعني، بس حابين بقى نعرف يفتي الأنبا أرساني هيقضي عطلة أجازة الصيف فين السنة دي؟ أنا الحقيقة السنة دي عندي مشوار، هسافر أمريكا وكندا، هقضي 11 يوم في زيارة سريعة يعني، أزور بعض أفراد الأسرة وبعض الأحباء والأصدقاء والمعارف، وهرجع على طول يعني إن شاء الله. أجازة سعيدة يا سيدنا. أجازة سعيدة. طب سيدنا نعرف إن في مفروض 3 أكاليل موجودين من أولادنا هنا في مصر حاليا بيعملوا أكاليل بتاعتهم في مصر، هل نيافتك مش يعني مش هتفرحهم بالحضور أو؟ مبروك، ألف مبروك، هفرح لهم طبعا من كل قلبي، وهستنى لما يرجعوا بالسلامة إن شاء الله وأزورهم وأبارك لهم وأفرح بيهم طبعا. بس هو الحقيقة أنا يعني من فترة أعلنت أن أنا مش هحضر أي أكاليل في مصر، لأن يعني أولا الأسباب خاصة بي أنا، يعني هي الأكاليل اللي في مصر دي مرهقة جدا بالنسبة لي، بضيع الوقت وبتبوظ الأجازة، ما بعرفش أتلمع الوقت يعني في مصر. زائد كمان انا مش فاهم ايه فكره ان الاكليل يبقى في مصر، ما اعرفش اشمعنى يعني. وكنت فاكر الاول ان بيقولوا لي عشان العيله والاسره في مصر يحضروا ويجاملوا وبتاع، وبعدين اكتشفت ان طب ما هنا اصدقائك واسرتك هنا وكل الناس هنا وبتاع. صحيح. وبعدين تخيلت ان الاهل يعني بيحبوا كده عشان مثلا ايه في مصر التكلفه اقل شويه.
وبعدين اكتشفت السبب الحقيقي هو والشباب اللي قالوه لي ان الفيست اللي بيعملوه بعد الاكليل مبهر في مصر. يعني 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 بيحبوا الهيصه والبهرجه الكرنفالات اللي بيعملوها في الحفلات الافراح. يعني الموضوع مش الاهالي يا سيد. لا لا لا, لا الاهالي مظالم. لا لا لا, وهنا بقى قلت لهم بقى سوري بقى انا مش هروح مصر تاني احضر اي فرح, اللي عايزني اكلله هنا في كنيسه العذراء جنبي, بنعمل اورجانيزيشن حلو وبنعمل افراح جميله وحفلات جميله ونيافتك بتزور كل الكنائس, يعني مش بس تتعمل في امستردام, نيافتك بتروح كل فرح في كل كنيسه. يعني في هولندا هحضر هي الخراخ, لكن بر في مصر مش هحضر تاني, محدش يعزمني في مصر. اللي عايزني اكلله يجي هنا في هولندا, انا عليا الاثنين افرحه لهم. والف مبروك للاولاد دول, ربنا يخليك ليهم يا سيدنا, دايما مفرح ولادك ودايما ودايما سيدنا. فعلا تملي نيافتك بتفكر في كل شخص هنا في الابراشيه قبل ما تعمل اي حاجه. طبعاً سيدنا احنا بنشكر نيافتك قوي, مش عايزين نمشي. فرحانين بوجودنا معاك. ميرسي يا ونتمنى ان اللقاء ده ما يبقاش يعني بينه وبين اللقاء الجاي فتره كبيره, ونيافتك تسمح لنا الفتره الجايه بلقاءات حلوه مع نيافتك تاني كل وقت. وشكرا لتعبك, ربنا يخليك. وشكرا لاعضاء المركز الاعلامي الاستاذ عصام وماركو على تعبه وكل المجهود اللي بذله. شكرا سيدنا, ربنا يخليك لينا. شكرا سيدنا.